باش نحكيو على الانتخابات الرئاسيه اللي باش تصير في 6 اكتوبر 2024، باش نحكيو على قائمه المترشحين اللي ماشيه وتزيد بعد ما كانت فيها 3 اكاهو، اليوم نلقاو فيها 5 بعد عوده عبد اللطيف المكي اللي تم رفض معناتها القبول الملف نتاعو من قبل الهيئه العليا المستقله للانتخابات، وايضا المنذر الزنايدي كيف كيف يعود للسباق الانتخابي بعد ما أنصفه القضاء الإداري. شنو رأيك؟ شكرا لك. أنا عودتني الحياة وتعلمت من مدارس الحياة، وبما أني إداري أتحدث وأقول إلا الحقيقة ولا أخشى إلا الله. أنا أقول لو كان جات الفكرة لي أنا ما نعملوش انتخابات من أصل ويترشح رئيس الدولة ديريكت مباشرة، وإحنا أنا كبريدي وأصيل ولاية الكاف جل الشمال الغربي يساندون قيس سعيد. يعني يكمل في الطويله كي يكمل في الطويله، احنا الشعب يعطيه استفتاء ويكمل، لان هالناس اللي تحكي عليهم انت رجع وذهب الى القضاء وانصفه ولم ينصفه، هذا انا حكايه فارغه، لانه هذا انا جربناهم، وانا اقول العشريه السوداء نتاع النهضه، لان حتى انا عبد اللطيف المكي او قريبي ومن راسي القصور من ولايه كيف، حكايه فارغه، لا عبد اللطيف المكي ولا زنادي ولا غيره. انا اقول يا ربي حني سامحني، ليس هنا منافس لقيس سعيد. الرئيس الوحيد، انا مشني صغير عمري 64 سنه، عاد اشترها اداره وتجولت ونعرف واعي ما اقول. قيس سعيد ما ينافس، ما نقولش انا مره من ما عندوش منافس. انا قلتها مره واحده، قلت استغفر الله العظيم، ثم كان سيدنا جبرائيل ممكن ينافس اذا كان هبط وعمل الانتخابات تو ينجح سيدنا جبرائيل. اما هالعباد هذه اللي نشوفها في تونس وكلها سراق وراجعه بغايات، راجعه لغايات، كلهم راجعين لغايات. قولك مصلحه الوطن؟ لا لا، ما عندهمش حتى مصلحه، مصلحه اصحابهم مصلحه اصحابهم في السجون. ثم ناس راجعين، ثم ناس كيما كادورين وغيره مع ليلى بن علي يحبوا يخرجوا جماعه من الحبس. انا نفهم، انا مش قصيص، انا ولد سياسه ونعرف هالناس هذانا ما غايتهم الوحيده الا تعطيل الامور وتفسيد الدنيا. فماش ثم قيس سعيد يترشح وينجح اليا، آليا يلزم ينجح آليا عبر الاستفتاء أو عبر غيره. وهالي رجعوا شنو يحكي يا أخي؟ منذر الزنادي ما كان في التجمع، ماذا فعل التجمع للناس؟ إلى حد الناس تخدم في المناولة، إلى حد الناس تو فهم دي ميناج تخلص 120,000، إلى حد الآن العساس في البوسطة ولا غيره يخلص مش كيما البوسطاجي. هذه كلها مناولات، هذه تسمى سمسرة باليد العاملة. أنا قلتها مرة وسمعني رئيس الدولة مشكور ولبى النداء، قلت إنهاء المناولة، يلزم إنهاء المناولة وإنهاء التسول وإنهاء الفقر واعفاء الشمال الغربي من الدول الفلاح. هذه اللي ربما هو ما فيقش بها نجدوا له، لان الشمال الغربي كل جا لتونس، ليش؟ اللي ماخذ 10 شكاير شعير و10 شكاير قمح من البنكه طبلوكه ولت عنده 70 مليون، ما نجمش يخلص. وعلاش الاخر ساحلي ياخذ يعمل اوتيل في البحر وماخذ 50 مليار و60 مليار وعاطي نسخ بطاقه تعريف وهارب. انا نجد السيد الرئيس ونقول له اني بسيفتي انا سالم الخلواوي اصيل ولاد الكاف وبريدي، ونقول له فعل قانون من اين لك هذا؟ بتشوف هالناس هالغنية اللي عنده 80 مليار و90 مليار خدم 7 ايام، عنده 200 مليار و3000 مليار و4000 مليار منين جابها؟ وانا باش نخرج ب 500 انتريت، والاخر يخرج بمليون ياخذ 30 سنه و40 سنه ياخذ 12 انتريت، كيفاش؟ هل هذا عدل؟ هل هذه اجتماع؟ واحد خدم معتمد في عهد كذا ياخذ 6 ملايين و7 ملايين انتريت، خدم 6 ايام ولا 7 ايام كما شو اسمه الفؤاد المبزع اللي شاد قبله وغيره، ولا نقول العشريه السوداء الدوله على تونس. وخذوا فلوس عفو تشريع العام، من عفى عنهم ومن شرع لهم، هذا انا سراق. اخذوا الفلوس بقانون، يلزم يعمل قانون ويرجع به الفلوس. هاك الناس اللي خذوا 900 مليون و1000 وكذا و700 مليون و800 مليون، منين اخذوها؟ اخذوها نتاعي انا ونتاعك انت بتاع الشعب. هذيك السرقه تحت الغطاء القانوني نسميها، انا بلغه الاداره نسميها السرقه تحت الغطاء القانوني. من شرع له وشكون قال لهم هم جماعه الناس تكلموا علينا؟ هم جو ضد النظام حتى في الحبس يتحملوا مسؤوليه. ما اللي جاهد على تونس قبل وكلاه الاستعمار وكلاه كرتو يعطوه، تو مناظر في الجبل في الكاف وفي جندوب تو يمشي ساق بساق مع توجو دينارين وجعان في كل شيء. كيفاش واحد يجي ثلاث ايام ولا اربع ايام يصيب الماء فرق في بسوقه ولا غيره ويجي ضد مع ضد قيس ضد شو اسمه زين العابدين بن علي نعطوه 800 مليون؟ ليش؟ المهم جو شرعوا رواحهم وقدوا جب على كيفهم هما، يعمل لهم قانون يرجع فلوس الناس، هذيك فلوس الشعب ما نعرفش 2000 مليار حسبوها ولا قداش، كان زميلي يتحدث ما نعرفش قداش، يرجعوها للدوله هذيك كاسه الدوله اللي شغل بها الناس، ويفعل قانون من اين لك هذا؟ اش بيه حتى نالوا يعدين، وكذا كان المدير ودب الرشوه نحوه، ما خليهاش هكاك الدنيا ما زالت هكاك. وهالناس اللي كنت تحكي عليهم اظن لا يصلحوا لقياده البلاد، لان من جربناه هما لو كان جو يحترموا روحهم ما عادوش يرجعوا ما عادوش يترشحوا.
لكن هم رخاص. انا اقول يعني انت ضد عوده المنظومه القديمه؟ ضد عوده المنظومه السابقه القديمه بطم تميمها، لا نهضه ولا سيدي زكري ولا تجمع ولا نابورتكي، ما يرجعوش الناس اللي توسخت ايديهم وتلوثوا دماء الناس. باه كان احنا نشوف اشكون جاب الغلاب هاي، جابتنا اشكون قتل العباد، جابت قتل منا، اشكون عمل هالمشاكل هذيه. هل لكن النهضه وينها؟ عندها مده، عندها سنوات ما عادش موجوده. عندها 10 سنوات تحكم بال 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 بالوحده اللي غرستهم في الادارات. ما بعد العشر سنوات؟ ما بعد العشر يعني سنوات مازال عندها نفوذ، مازالت الاداره كل ما تبلوكي بها هما. اخي كل حاجه حطوا فيها 20,000 و10,000، قداش مشينا حق قيس سعيد؟ توما حتى اللي يخدموا معاه تو مازال حتى لتو في الوزاره، هو يعطيه الصحه نهارات بدلها الكل، من احنا مضامين يبدلوا الكل. ما عادش يخلي حتى واحد يخدم لا مع المشيش ولا مع غيره. يجيب ناس يخدموا معه تو نظاف ونحن نعرفوهم تاي التلاميذ من باك بليسيس مطيشين هي لماذا؟ علاش نقعدوا نجيبوا بالولايات نحن واحد يعرف فلان ودخلت فلان؟ لا لا سيدي ما عندناش نحن احزاب، نحن دوله فقيره وصغيره لكن غنيه بمواردها. يلزم عادنا الموارد، احنا عادنا الصراورتين هذا كان يتحل، اي موارد حتى الباطنيه عادنا، عادنا منجم الصراورتين كان يتحل يخدم له تونس كامل، علاش ما يحلوش المنجم هذا؟ وهو التراب مردوم تحت الارض لان بفعل فعلا مغطين ومخلين الارواح ولا مخليات فرنسا الروح. لا سيد عادنا الصين تو عادنا روسيا نجم يتفاهم معاه ويخدم 50 و60 و70 ألف عباد ينحي الفقر من تونس. ما نقعدوش نحن ومضى به حاجه اخرى نزيد نفيقوه. هالقضاء هذا يحط قاضي يحكم في 5 أيام القضايا، علاش توقع قضية تقعد 20 سنة؟ هو اللي ياكل هو اللي يحاسب هو اللي يصور هو اللي ما عندناش لا امكان لا شيء، هذه كلها يسرقوا في الاوراق ويخلوا ملفات فارغه باش يقعدوا جماعه في الحبس ويسيبوهم، او جاي اللجنه من منظمه الامم المتحده وتشوف الحبس وتشوف جماعه. لا لا سيدي، اخي هو سارق او ضد النظام او ضد قيس سعيد، علاش نهوموا عليه؟ نحن نعملوا في محامين علاش؟ هو ثبتت عليه التهم، هو ضد النظام يتعاقب. من حقه معناتها محاكمة عادلة. إي هذيك محاكمة عادلة قداش يقعد؟ يقعد 50 سنة لتجي 70 سنة أخرى. محاكمة عادلة يلزم ما تفوتش عاد. مش يقعد 50 سنة هو ياكل على دعوته، هو ساكي حتى في المقيم في السجن ياكل على فلوس الشعب. هو سرق، هو خلاها، ما دخل غادي اللي ما جابوه متلبس بقضية. هو يبعث الصوارد لبرا في فرنسا ولا بريطانيا ولا في سويسرا، فلوسه غادي شايخين بها أولاده وأصحابه، ونحن حاطين هنا في الحبس ونبحثوا فيه، علاش نبحثوا فيه؟ ثبتت عليه تهم يخلص. اي لازم يلزم القضاء يسرع، مش نحطوا ولا حدا في الرفوف ونحطوا جماعه قاعدين شيخين غادي يتفرجوا في التلفزيون ياكلوا الزيتون على حساب الشعب. عيب هذا عيب. باش نحكيو ايضا في الاطار هذايا واحنا نحكيو على رئيس الجمهوريه قيس سعيد، قلت انه ما عنده حتى منافس، قلت انه انقذ تونس. من شنو انقذها تونس؟ انقذها تونس اول حاجه الساعه من الارهاب. انا تو وليت كي نروح نخرج من البوسطه نروح لاباس، بلكي انت كنت نروح خايف. أنا أخت لداري، بنتي تقرا في المنار، مارتي في السبيطار تخدم، نخايف عليهم كي نلقاهم حيين نظهر فارح. بل ما ثمش أمان في تونس، قبل كل يوم نحن نستنوا قداش من جندي مش يموت، قداش من بوليس مش يموت، قداش من واحد قنبلوا عليه، هاو شارح بورقيب واحد هرب، هاو متلبس بقضية، هاو واحد هالسطور، هاو واحد قتل واحد، ما عدناش نسمعوا في الحديث هذايا. أين الإرهاب؟ ما ثمش. من اللي جا قيس سعيد ما عندناش إرهاب، وين الجبل؟ ما ثمش. هذا جندي فجر يلغمناش. هما اللي عملوا الارهاب وهما اللي يرغموا في رواحهم برواحهم باش يخلقوا الفوضى في البلاد باش يفقروا الناس باش مازالت له حاجه واحده قيس سعيد حاليا هي غلاء المعيشه، لان الغلاء المعيشه انا اعرفه من عناصر مربوطه بهم هما. اي هما عندهم فريقوات، هما اللي عندهم يجيبوا فيها من برا، يجيبوا البرتقال ويجيبوا غيره. والشعب انا ملمس كعبتين كربوس ب 5,000 اللي انا ولد الكاف ولد الفلاحه، كان الواحد كياخذ 3 قجوات ما يجيبش 5,000، 3 قجوات. يلزموا فيه ان الشعب هما ليش باش يكرهوا في الشعب باش يقولوا ها قيس سعيد جاب غلاء المعيشه؟ ما جابش هو، جابتها العصابات نتاع الناس اللي حكموا قبل. يعني الازمات هذه مفتعله كما يقولوا؟ الازمات مفتعله ومازالوا يفتعلوا في ازمات اخرى، ونقولوا رد بالك حتى على ماكلته. اي يرد باله حتى لانه تو عنده اعداء في تونس وخارج تونس، فما جماعه انا نعرف وين يسهروا في الوتله ويكمصوا من فرنسا ومن بريطانيا ومن ايطاليا. بجماعه كانوا يحكموا لهنا وفصعوا. هي كيم يوسف الشاهد هلا بغيت ايش قاعد يعمل؟ هو تو محكوم عليه غيابين، قاعد يلم في مجموعه ويكمبس الرئيس هذايا باش يجيب له فلان وفلان. انا قلت لك انا عملت في مكي ولد بلادي، ايش داخل يعمل؟ مو تخدم مع النهضه، حاط يده ويد غنوش، قانونيا ما يرجعش. بعد خرج من النهضه؟ بعد خرج من النهضه، مو خرج ليه شك. في شكليا. لا شكليا. ما نقتلوش. ما نقتلوش. ما نقتلوش. اما يبعد يمشي على روحه. يبعد هو يحترم نفسه يمشي على روحه. المنظومه اللي خدمت انا نقولها من تو. وما خاف حتى من حد، وكان يحبوا يعرضوا لي انا موجود، شو قلتوا لي خليه قلتوا لي. المنظومه اللي حكمت تنسحب برجوليه ما عادش تعاود.
العام 56 لحد الان يحترموا روحهم، خلي يجي ناس جديد. العام 56 اي ودي تحكي على المنظومه القديمه، قلت انها يلزمها تنسحب، باش نحكيو على تصريح لزهير المغزاوي يطالب رئيس الجمهوريه قيس سعيد بالانسحاب من السباق الانتخابي. هذاك يخيل له، يخيل له، هذاك يخيل له، كل انسان حديثه يلزمه. انا حديثي يلزمني، انا نعرف من تحدث، نائب اداري ونعرف تحدث. كل انسان يلزمه يتحدث، او كما الاخر قال كيما سيدي كيما جواد، ولا سيدي ما ثماش لا سيد ولا جواد، كلها سراق. اخي ما ترشح، علاش ما ترشح؟ ما ترشح للسرق، كلها ثم لا كي سيد ولا كي جواد. احنا عاد قيس سعيد ما كيفو حتى واحد، اول رئيس قال للامبريه لا، قال ما يحبوش هوبا، سمح ما يحبوش، ما يحبوش الصالح، يحبوا يلموا بعضهم جماعه طالحين ويرجعوا يعاودوا اللعبه من اول جديد. عصابات متواصله لحد الان، ونحن هالعصابات ما يترشحوش لينا، ما عندناش بها.